بعد اجتيازهما للدور الأول سيسعى كل من المرشح لاشتراك فرانسوا هولاند والرئيس المنتهي ولاية نيكولا ساركوزي إلى استمالة الناخبين الذين منحوا أصواتهم لليمين المتطرف، خاصة وأن الدور الثاني المقرر في 6 مايو المقبل سيكون حاسما، وبعدما نال دعم مرشح اليسار جون لوك ميلانشون ومرشحة الخضر إيفا جولي، يأمل فرانسوا هولاند في أن يستعيد أصوات الطبقات الشعبية التي خيب اليسار آمالها في الثمانينيات واتجهت نحو اليمين المتطرف. 6 مايو أريد انتصارا كبيرا في مستوى فرنسا وتاريخها ومستقبلها، وخلال أيام الحملة التي تفصلنا عن الدور الثاني سأواصل لقاءاتي مع الفرنسيين لأعبئهم وأقول لهم إن افتخاري بقيادة هذه الحملة سيكون إذا ما قرروا افتخارا لي بقيادة البلاد كرئيس للجمهورية. نيكولا ساركوزي والاستقطاب اليمين أكد وعوده باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الهجرة والأمن. قلق الفرنسيين ومعاناتهم أعرفها وأتفهمها، تتركز أساسا حول احترام حدودنا والحيلولة دون خروج المصانع من البلاد والسيطرة على الهجرة وتقييم العمل والأمن للفرنسيين ولأسرهم. ساركوزي عليه إذا رغب في الفوز بالدور الثاني أن يستعيد أصوات ناخبي اليمين الذين صوت بعضهم له في انتخابات 2007 وأيضا استمالة ناخبي مرشح الوسط فرانسوا بايرو. أما هولاند فسيسعى جاهدا إلى إعادة اليسار إلى الحكم بعد غياب دام 17 عاما. عقوبة